شهر رمضان يلي الكل ناطرينه حتى يكون فيه الروح من الصلاة المحبة وخصوصا المشاركة. اليوم نحن كمان رح نتوقف عندها من خلال لقائنا مع أحمد الرفاعي مؤسس تجمع سفراء الخير ونور العاصي المسؤولة الإعلانية بتجمع سفراء الخير. رح نلتقي فيهم هلأ استثنائيا بنص فقرة شيف فيصل يلي كنتوا موعدين انكم تتابعوا معه بقية التحضيرات لانه علقوا بشوية عجقة وانضموا لنا هلا. اهلا وسهلا فيكم معنا اليوم. مبلش عندك احمد سفر الخير، ليش سفر الخير؟ حبينا نعمل شيء خلينا نتميز عن العالم الباقيين، عمل يكون صفته ما له صفة فعليا، يعني يكون قادر يساعد الكل ويتعاون مع الكل. صفته هي مش تابع لاي جهه، مش تابع لاي مؤسسه، لاي عمل مستقل شبابي هدفه بس يعمل خير، بس هذا هو التارجت تبع سفراء الخير. هيدا بالايامات العاديه صحيح. الخير بالايامات يلي مش عم نحكي فيها هلا عن رمضان، بالايامات العاديه كيف بتصنف الخير؟ يعني باي مجالات، باي طريقه المساعده لمين ما كان، كيف ما كان، وين ما كان في حاجه بنوجد المساعده. هيدي هي الديسكريبشن تبعيتنا. يعني من فتره عملنا نحن حمله كان اسمها حمله انا انسان، ساعدنا فيها اخواننا النازحين السوريين من خلال، وطلعنا هون كمان من خلال برنامجكم واعلنا عنه كمان، كان بالتعاون مع اكثر من 17 مؤسسه. هذا الشيء اللي بيميز عملنا انه نحن قادرين نتعاون مع كثير مؤسسات، لانه نحن فعليا ما لنا اي تحيز ولا اي تحزب ولا اي شيء، نحن فقط عمل شبابي هدفه عمل الخير. طيب خلينا نشوف بهالكليب السريع اكثر نتعرف على سفر الخير ونرجع نتابع لقاء. رمضان المستبين جاء مع كل شهر رمضان من كل سنه بتألم لمشهد المحتاجين اللي ناطرين دورهم لأمن الافطار، والاهم انه في كثير محتاجين بس بيستحوا يطلبوا، وكمان بينحرجوا اذا حدا شافهم. من هالمشهد انطلقنا. افطارات رمضان هو عبارة عن مشروع شبابي وخيري، مشروعنا بلش من 4 سنين، هدفه الأساسي يفطر ويصحر المحتاجين. طورنا الفكرة وتكفلنا بتوصيل وجبات الأكل للفقراء والمحتاجين على مدار الشهر الكريم، وبهالطريقة ما بنحرج حدا، بنكون سبب لرسم الحرب. سنة عن سنة المشروع عم يكبر، وبكل سنة الإنجاز عم يكون أكبر، بس بشكل أساسي تقدمنا بيعتمد على دعمكم إلنا وتبرعاتكم معنا. بلشت الدعوة من الكليب يلي شفناه. افطارات رمضان هي محطة أساسية ومهمة بالنسبة لكم، ليش كيف عم تشتغلوا لها؟ بلش عملنا نحن بالأساس من 5 سنين بمشروع افطارات رمضان، هون كانت المحطة تبعيتنا. افطارات رمضان هو عبارة عن مشروع مثل ما سمعنا بالكليب، عبارة عن مشروع شباب وخيري، هدفه يفطر المحتاجين على مدار شهر رمضان، مش بأي طريقة، لا، في عنا رولز بنتبعها، يعني مثل عنا ريجوليشنز لازم نحن بعملنا نكون عم نوفيها. أول وحدة يكون العمل متقن، إن الله يحب أحدكم إذا عمل عملا أن يتقنه. الثاني أن يكون الناس اللي عم نساعدهم عن جد محتاجين. والثالثة نخلي العالم اللي ما بتساعد تساعد معنا، يعني الناس اللي بحياتهم ما ساعدوا عالم محتاجين نساعدهم، والناس اللي بحياتهم ما حدا ساعدهم هن ما بيستحوا يطلبوا نكون نحن اللي عم نساعدهم. الأربعة أن يكون العمل منه منتمي لأي أورجنايزيشن لأي جهة، يكون قادر أي شخص يشترك فيه. هيدا من الصفات المميزة لهذا المشروع تبعنا. وخمسة هي أنه يكون الأكل واصل لعند العائلة المحتاجة بلا ما تكون نطرة دورة، بلا ما يكون وصل لعندها بارد، بلا ما تكون يمكن أخذ شوي من كرامتها، يعني نحن ما وكمان غير هيك في كتير حاجة ضخمة لهذا المشروع لهذا الشيء. يعني فيها نور تفصل لي هالخمس نقاط كيف عم تشتغلوا فيهم فعليا على الأرض، أنتم مين، قديش عددكم، كيف عم بيصير كل هيدا الشغل على الارض، مع مين عم تتعاونوا، كيف عم تقدروا تنسقوا كل هالامور؟ يعني هو عدهم على السريع 5 عرفتي ومشى. بس المجهود يلي عم بيصير على الارض هو الاهم. صح، نحن عاده لما بنبلش دائما بيكون عنا ميتينجز بنبلش نحضر لاي ايفنت عم نعملها، وطبعا كمان قبل رمضان بنكون عم نحضر، بيكون الشغل هو على الارض اساسا، يعني بيكونوا الشباب عم بيعملوا زيارات ميدانيه للبيوت المحتاجين، بيكون عنا اشياء معينه لازم نشوفها عن كل بيت، اكيد انه في اشياء معينه، اذا وجدت
وقت بهيدي العائله ساعتها نحن بنكون عم نساعد هيدي العائله. وطبعا نحن في شباب بيتقسموا بين العالم يلي رح يستلموا الاكل بين العالم يلي رح يوزعوا الاكل. هو عائله بالطعم عائله وافطارات رمضان هن مشروعين بواحد. فنحن عنا انه في ايام ما في عنا عائله بالطعم عائله يعني عيال بتكون ميسوره واحوالها منيحه وبتحب انها تساعد وتعمل خير فبتطبخ وبتكون نحن اوريدي العيال يلي عم نساعدها على مدار الشهر عارفين. يوم بالاسبوع بيكون من عائله لعائله. فنفس الشباب اللي بيكونوا اوريدي عم بيوصلوا كل يوم بيروحوا بجيبوا من هول العيال وبيوصلوا للعيال المحتاجه. بسايدس انه احنا كل يوم بنوصل هذا الاكل يعني من عنا اماكن مختلفه نحن بنجيب منها الاكل. اما هذا الاكل هو ذاته كل يوم بيتوصل قبل الافطار تقريبا بنص ساعه لربع ساعه يعني بيوصل الاكل سخن محضر بس دغري ليقعدوا ويفطروا العائله عليه. وطبعا هذا الاكيد عندنا فريق شباب كثير كبير بنشتغل كلنا سوا ناس بتنسق وناس بتنظم وناس موجوده على الارض فالكل عم بيشتغل والكل عم بيكون ان شاء الله على الاجر. تيم ورك في هيدي اهم نقطه يعني في شغله من يلي ذكرتها يلي هي انه نقنع الاشخاص اللي بحياتهم ما ساعدوا او ما كانوا او ما كان عندهم هالفكره انهم يشاركوا. وين هن هالاشخاص؟ كيف عم تروحوا تلاقوهم؟ وكيف عم تقنعوهم انه انتم بحياتكم ما فكرتوا بعمل الخير او بانكم تساعدوا عائله محتاجه؟ كيف الطريقه؟ اوكي. في كذا بوينت حاب احكي عنها هلا. اول شيء لما اقول له للشخص trust us because we are you. Trust us because we are you. Trust us because you can be with us. هيدول النقطتين بحب ركز عليهم لانه اي شخص بيقدر يكون معنا. بس يمكن لازم يتواصل معنا قبل شوي وقت لنكون نحن حاطين له مثل بارت معنا او اما اذا بحب يكون يجي سبكتيتر معنا ما عندنا مشكله ابدا. اي شخص بيقدر يجي يعمل سبكتيشن معنا باي بارت من البروسيجر كلها ما عندنا مشكله. واي شخص كمان بحب يشوف بروف حسابات او شيء ممكن كمان كله موجود. كان عندنا لانه شخص على بكره عم بيتشكى من الجمعيات بيشتغل مع عده جمعيات ولا انه ما حدا بيعرف كيف بيوصلوا لغراض ولا وين بيروحوا وكيف توصل المصاري ولا وين بتروح. كل شيء بنعمله نحن بنعمل بروفينج له. كل شيء بناخذ صور كل شيء ممكن بيكون فيديو فيديوز معظم الوقت لما نكون قادرين كله معنا فواتير كل شيء بروفت. اهم شيء نحن نضلنا محافظين على مصداقيه الناس وهيدا الشيء اللي ميزنا لانه نحن اذا بتشوفي كيف نحن تطور مشروعنا من اول سنه لهالسنه بتعرفي كيف انت عن جد العالم بلشت تثق فينا. واكثر من اول سنه قدرنا نجمع $1,000، السنه الثانيه $9,500، السنه الثالثه $33,000، السنه الماضيه $50,000، هيدا السنه التارجت تبعنا شوي كبير. برافو. فالعالم اوريدي هي عم بلش توثق فينا لانه هن شايفين وعم يعرفوا انه اذا ما انت اشتركت معنا اكيد حدا من قرايبينك اشترك معنا، اكيد من حدا رفيقاتك اشترك معنا. وغير هيك كمان يعني نحن في عنا مصداقيه من المديريه العامه للاوقاف الاسلاميه انه نحن الناس ثقه وان شاء الله المصريات ما حيروحوا الا بالاتجاه الصحيح. وغير هيك بعد من شوي ضوت الاخت نور على مشروع عائله بالطعم عائله. نحن هدفنا نبطل نجمع مصاري، هيدا هدفنا. هدفنا انه نخلي العالم تصير تتكفل بين بعضها، نكون نحن بس اللي توصل بيناتهم، نكون نحن بس نجي لعند اي عائله ميسوره وقادره تطبخ، نجي لعندها ما ناخذ منها بقى مصاري، هدفنا نجي ناخذ من عندها وجبه كامله ونحن نوديها عند العائله المحتاجه، نكون نحن بس اللي توصل، هيك بنخليهم يحسوا اكثر بقيمه العطاء بالشعور الكثير حلو انه هن كانوا سبب بافطار عائله ثانيه وقدروا امنوا اكل لحدا يمكن كان اليوم ما حيقدر يفطر، يمكن كان فطر بس على كسره خبز او تمر او مي او شيء، العيال اللي عم نساعدها في منهم كثير هيك، مش بعض منهم هيك. في كتير للاسف كمان بلبنان عم بيصير بس في بوينت كمان بخصوص المصداقيه لانه نحن جمعيتنا نحن عباره عن تجمع شباب مش جمعيه فنحن كلنا فولنتيرز يعني نحن عندنا الامور الماديه كل شيء مصاري بيطلع من جمعه هو عم بيروح لهيدا يعني ما عندنا حدا له معاش او حدا نحن كلنا فولنتيرز كنا بنشتغل على الارض بهيدي الطريقه فذاتس واي نحن البيور هدول المصريات اللي بنجمعهم هن بيروحوا للمساعدات وللاعمال الخيريه فبس هيدا بوينت كرمال المصداقيه طبعا هيدي ضروري انه وفي بعض الاشخاص بحبوا يكونوا معنا سبونسرز فنحن السبونسر شيب هاي بتكون هي اوريدي اتس انكونديشنال يو كان يوز ات فور اني ثينج وي يوز ات مينلي فور فون كولز لانه في كثير كولينج بقلب البروسيجر تبعنا مثلا نحن هلا خلال ما بتكون تتواصلوا مع كل هالناس خلال الون ويك اللي مضى حكينا نحن تقريبا اكثر من 500 اتصال قدرنا نأمن نحن ليومين من اصل اسبوع بالعائله بالطعم عائله وانا من هون من عندكم من تي في بحب ادعي الاشخاص اللي حابين يشاركوا معنا بمناطق بيروت كلها نحن بعدنا بحاجه تقريبا ل 40 عائله ليساعدوا معنا بمشروع عائله بالطعم عائله ليكتمل معنا التارجت تبعنا اللي هو 30 انتم موجودين عم بتفكروا برات بيروت كمان تكونوا هلا نحن موجودين برا بيروت بس عائله بالطعم عائله اتس مينلي فيرمد ببيروت في عندنا نحن بعد بوادي الزينه حنساعد هنيك تقريبا 100 شخص وبطرابلس كمان تقريبا 50 شخص وهيك ببيروت 250 شخص ببيروت حصرا.
فنحن كثير بحاجه لاشخاص يتطوعوا معنا او عائلات تتطوع معنا. نحن بنامن لهم الباكجينج، بنجي لعندهم بناخذ الاكل قبل الافطار وموديهم عند العائله المحتاجه. واكيد يعني هذا الشيء ما بده كثير تراست لانه ما بناخذ ماني، ما حنقدر يعني نبيع الاكلات. حنجي قبل الافطار بنص ساعه ماكسيموم ونوزعهم دغري. وممكن تكونوا معنا اذا بتحبوا، ممكن انتم تودوا عند العائله اذا بتحبوا تستلموا العائله على مدار الشهر، ما عندنا مشكله. كمان يكون التواصل يعني بشكل أكيد مباشر. اكيد فينا نتواصلوا معنا على رقم التليفون، ارقام التليفون، فيسبوك الى اخره، كله عم يمرق قدامنا على على الشاشه، هيك الناس بتعرف عنكم اكثر. برافو، يعني خليكم بهالهمه لانه هيدي هيك الروح اللي نحن بنحب انه تكون عند الشباب بهالهيدا، واللي عم بيسمعكم حتى مش بس اللي بده يساعد من الشباب اللي حابب يتطوع كمان. بعتقد انه باب التطوع والانتساب للتجمع مفتوح. رح ناخذ كمان مره بريك صغير ونرجع. ونوصل سوا إلى آخر تقريبا 10 دقائق أو ربع ساعة لحتى نختم فيهم اليوم عالم الصباح بكيفية تطبيق وصفة الشيف فيصل. وصفة الشيف فيصل اللي بيعرف يقولها هيدي الجملة كتير قوية مع رشة ملح خمس مرات ورا بعض. أوكي، لكان نحن هلأ كنا من شوي حضرنا البسكت للبيروت باري، حطيناها بالفرن، هنروح سوا نشيلها من الفرن هلا، صارت جاهزه. بحب اذكر انه هالوصفه بتاخذ تقريبا بالفرن 6 دقائق على حراره 200، لانها منا كثير سميكه. 100%. اوكي مثل ما شايفين، وراح تضلها نتركها تبرد اكيد. اوكي، هلا كمان كنا حضرنا الكريم باتيسير او القشطه المكثفه، هي كمان فرنسية. ما عنا محضرين نحن نوع قشطة تاني يلي رح حضره هلا، وكنا حضرنا قطر مع العسل. اوكي للوصفة، عنا من المي عم تغلي كرمال قمر الدين. نحن من شوي كنا بلشنا شرحنا للمشاهدين بوقت قصير انه للنص كيلو من قمر الدين نستعمل له لتر من المي حتى نعمل طبعا مواد ومزهر، بس ما تحطوا سكر لانه كل مين بيحلي على ذوقه. مزبوط، طلعت شوي حلوه. انه حدا قال لي شوي في عرق حموضه بتحمل سكر، عرفتي؟ اوكي، ما هي طيبه لانه بالزبط فيها هيدا عرق الحموضه. 100%. سو انا هون رح اعمله، بما انه نحن بدنا المي عم تغلي هون، بدنا نص كوب اللي هو تقريبا او 500 ملي. رح اعبي كبيتين من المي، كبيتين من المي ماشي، بننقعهم فيها تكون مي باردة إذا معنا وقت 12 ساعة. أوكي وبيتفككوا أكيد مع التحريك المستمر، وبيتفككوا وطبعا من وقت لآخر قلنا بنحركهم وما فيها مشكلة أبدا. إذا كنا مستعجلين نستعمل هالطريقة. برجع بذكر كمان إنه في هلأ المشمش بالسوق، مشمش طبيعي، نطفي النار، مشمش طبيعي فيهم يعملوه سخنه. ايه فين يعملوه كمان عصير، نفس الشيء. وطبعا هلا شوي بتختلف المقادير يمكن. صحيح. أوكي. هلا كميه المي بتزيد بتنقص 100% على القد. نحن رح نتركهم يبردوا. اوكي من بعد ما ينتركوا على طول لازم يتحركوا، هيدي ستيب خلصنا منها، نقعناهم. عندي القشطة اللي بنعملها بالتوست وفيها تكون بلد توست، رح اشرح على السريع. عندي 250 ملي من الكريم، 250 ملي من المي، وطبعا بعد شوي المقادير رح تطلع على الشاشة رح تشوفوها. وعندي من توست الطري 3 شرائح، عم بعمل نص وصفة. إذا بدي أعمل نص بنص بستعمل 6 شرائح، و 30 جرام من النشا كورن فلاور. ناخذ من كميه الحليب والكريم البارد بنحطها كرمال يتفككوا وما يكونوا سخنين مع، وراح نشوف كيف هلا بهالطريقه. تقشير كل الحفه، نشيل كل الحفه. صحيح. وطبعا الوصفات على الهواء بهالطريقه، ما بدها شيء، بتركهم يتنقعوا بقلبها.
بقلبها، اوكي؟ بتركهم يتنقعوا بقلبها، احيانا ما يزيع عن القشطه الفريش اللي هي طبعا بنلاقيها هلا بالسوق. قشطه كذابه هيك. قشطه كذابه. كمشناكي يا كذابه. اوكي، هلا هودي شو بنعمل فيهم؟ شو رايك؟ هدول بعدين بدك تستعملهم؟ بالضبط. هودي بيتحمصوا بالفرن وبنعمل لهم عيش السرايا. ماشي، وصفة حضرناها سنة الماضية، ممكن هلا نرجع نعملها. شيف شادي رح يرجع يحضرها. اوكي، تخبي له اياهم لانه طول شهر رمضان شيف شادي عنده الان جي او، خبي له اياهم. هي هدية خسارة ايطاليا. اوكي، خليه يعمل لهم عيش سرايا للمشاهدين وضيف. لا يا عمري بده ينزل مظاهرة، عارف؟ هو اجى مظاهرة هو ولاده لهون على استديو، بس اليوم بالتحديد ماشي مثل بليسقط وعد بالفور، جايين ولاده عم بيقولوا فيفا ايطاليا، جايين ولاد عم بيقولوا فيفا برازيل، عرفتي منا عارفين عم بيطلعوا مبين شو عم بيحكوا. اوكي، سو هلا على النار، بنولع النار، حطها هون النار قوية شوي. بقد الكمية اللي حطيتها؟ بزيادة بزيادة، فينا نزيدوا الكمية، طلع كيف هي. اوكي، هلا رح تتشرب، رح تتفكك، ملعقة هلا بنحرك فيهم، بس بهالوقت فينا لكوين الكمية بنحركها مزبوط. اوكي، تفككت. اوكي، وفينا كمان نضيف شوية مي او حليب بعد شوي، هلا فينا نضيفه. هلا تنحضر، نحن عندنا شيء جاهز مثل العادة، جاهزة مثل هيديك قبل ما تبرد. فيهم اذا في صينية على قدها نقلبها، بس بنطفوا الحروف الحفة، بحطوا الكريم رح نقول لهم كيف، وبيستعملوها مثل ما هي، او اذا عندهم صينية كبيرة هيك مدورة على قد الفرن بتساعد الفرن، فينا نستعمل نفس الطريقة. وفينا كمان نقص البسكت على قد السبونج ونعملها بهيدا الجات. الجات اللي بدنا اياه حتى تضل صحيح بالجات اللي بدنا اياه، في اتركها انا على قد هيدي، في حضرها على قد هيدي الصينية، كمان ما فيها مشكلة ابدا. فينا نبلش نشرب السنة على كل المساحة 100%، لأنه في طلب قوي. على كل المساحة، على كل المساحة، خليها مثل ما هي. ورقة الزبدة، شايفين السماكة منا كثيرة. اوكي، بتجنن. وهلا رح نمزج الكريمات مع بعضهم، بنجيبهم في شيء حاطه بالفريزر، في شيء بالبراد. بتحب انه ساعدك؟ ايه، بدي اعزبك. بدك تدلنا تقول لي إيه؟ شو في بالفريزر؟ صينية كمان، صحيح صينية الكريم، هيدا خلصنا منه، شكرا. اوكي، هيدا بنحطه على جنب، بركي بيقدمه بكره الشيف شادي. نحن قدمنا كنا. في شيء بعد البراد؟ في بالبراد القشطة بيجات اوفال، ميرسي غادة. اوكي، هلا راح يصير اللي عم نعمله هلا، انه عم ننزل الكريم باتسير او القشطة المكثفة الكريمة، بننزلها أول شيء هون بالبول، وطبعا رح نعمله نطريهم مع بعضهم، عندي هون رح طريهم مع بعضهم. اوكي، هاي القشطة كنت لك حبة فستق حلبي. اوكي، عم نقيهم، تطلع فيهم تطلع كثير طيبة. اوكي، فينا نحط قد بقد، فينا نحط كمان نص بنص. بدي اشوف هونيك شو صار فيها انا القشطه، هون عم تغلي القشطه، مجرد ما تغلي فيك تحركيها. بدي اعزبك. اوكي، هلا هون فينا نطريهم على المكنه، وفينا مثل ما عم نعمل هلا. اوكي، هلا رح نعمله، تفضل نروح نطريهم على المكنة لأنه كثير مسقعين كانوا بالفريزر. اوكي، على المكنة، المكنة عندنا جاهزة، رح نروح على المكنة. اوكي، أو إذا لا يطلعونا شوي قبل بوقت كمان من الفريزر وهيك كمان، أنا حطيتهم بالفريزر كرمال يبردوا أسرع. اوكي، نستعمل. اوكي، ندور نطريهم مزبوط، وراح اضيف كمية القشطة
في يضيف كمية القشطة الثانية وفي مضيفة مثل ما شايفين هون. في يضيف الكمية وفي مضيفة لأنه الكمية رح تأدي. هيدي بتأدينا؟ ايه يلا اكيد نحن رح نمدها، بس قبل رح اعمله رح ننظف كمان هون الجوانب. الجوانب اوكي، كمان هيدا الجنب اورايت. وطبعا رح نمد الكريم على الوجه، في يترك الجوانب وفي شيله مثل ما بعمل هلا. اوكي هون رح نتركه هيدا الجنب، وطبعا هودي كمان فينا ما نكبهم غادة، فينا ما نكبهم، فينا نعمل الطريقة اللي هي بنسميها بول، كل شيء مثل لفت اوفر. كل شيء بول ايه هول بالضبط، نخلطهم مع مربى مع الشوكليت. بيكونوا بقايا اكيد الجاتو المقصوص، بيكونوا بقايا الجاتو. اوكي ننظف على الاخر، ننظف على الاخر ليطلع احلى اكيد طبعا. اوكي هون خلصنا منهم يلا. وهلا هون غلو في اعمله هلا، في ضيف كمية ايه، شيل على النار وضيفها فوقهم وحرك اذا فيك تحركي لنا. اكيد اوكي لحظات مجرد ما تشد بالضبط. عظيم، بدك تخفف النار او لا؟ نخفف النار على الاخر. اوكي بدي اعزبك. اوكي هلا هون كمية الكريم في شرب انا بهالطريقة من القطر، في شربها وفي خليهم حطهم على الوجه. اوكي هلا رح نحط القشطة مدة على الوجه مثل طريقة المفروكة اذا بدكم وينش. اوكي هلا نحن رح نمدها بالسكين 100%. تفضل. ثانك يو. بفتكر هون خلص انا غليت. اوكي بنطفي لها النار وبنتركها تبرد، بنحط لها مواد ومزهر وبنتركها تبرد وبتكون جاهزة. هلا بدك تحط لها مواد ومزهر؟ مواد ومزهر صحيح. اوكي هلا الكريم فينا نرخيها كمان، نحط لها اكثر كريم مخفوق، يعني مثل ما عم بيصير هون هيك الحفة كلها سوا. فينا نحطهم بكياس سكب، بس الكياس السكب عندي هون كتير صغار، فالطريقة نعمل طبقة. فينا جناب كما شايفين هيدي الطبقة جاهزة، طريقة بيستعملوها ستات البيوت. برجع بذكر نحن عم نعمل شغلات كتير سهلة يقدروا يحضروها ببيوتهم. هيدي الكريم جاهزة. اوكي هلا رح نحط الفواكه على الوجه. عندي من طبعا من الاناناس، رح نصفهم بهالطريقة. اوكي وعندي طبعا من الفريز، وبيناتهم طبعا رح يمرق القلوبات كمان. اوكي هلا اوكي الفريز بهالطريقة مثل طريقة إذا بدك قالب التارت، إنما داخل عليها القشطة. عندي من المانجو، المانجو بهالطريقة. اوكي وبنرجع منعيد اناناس. هلا شيء بشهي، شيء كثير طيب كثير، فيهم يعملوها قشطه بس عجل عجل عسل
عجي شو بده يصير. اوكي عجي لتحت تندوق اكيد فكرت كرمال. لا الوقت الوقت لا اوكي بعد عنا وقت. هلا كمان راح عيد فريز اوكي فينا نحط هلا الفريز بالعكس فيهم هن يحب يعني اذا بحبوا يغيروا ايه فواكه انواع اي نوع فواكه فيهم يستعملوه موجود بالسوق فيها ها ليكوينا في اعمل النص الثاني كله مانجو مانجو كونهم موجودين كمان بهالطريقه اوكي يا استاذ عماد مدير المسرح بحب المانجو لكن كثرها هديك الميل عم نحضرها سبيسيال هيدي الميل لإلك يا بس عماد استاذ عماد اوكي هيدي القشطه اذا ما استعملوها كلها بيخلوها بالبراد فيهم بخلوها بالبراد فيهم يستعملوها لأي يومين ثلاثة أربعة كمان أربعة أيام مزبوط ماكسيموم أربعة أيام لأنه فيها حليب اوكي فينا نحن هاي الطبقة كونه ما فيها نشيلها هيك بيكون جاهز ليكون فينا مرتب أكثر بيكون مرتب أكثر فينا نمرق إذا بدكم الفستق حلبي القلوبات عليهم بهالطريقة هيدي اوكي فينا نحطهم عليهم بهالطريقة بين اوكي مثل ما شايفين هي وصفتنا لليوم بدك ترش لوز انا بدي ودع المشاهدين بتمنى لهم شهر مبارك وينعاد عليكم سلف لان انا بشوفكم بعد شهر رمضان مبارك وعليك يا رب وعلى الجميع ميرسي ميرسي فيني رش لوز؟ ايه وين تحطي على جنب؟ بدي رش عليهم كنت لوز هيك على بالي كله على وجهه طيب رشي لوز كانه عم تتلز اوكي ميرسي لك شيف فيصل انا بدي اتمنى للمشاهدين بقيه نهار كثير حلو وويك اند كمان كثير حلو تابعوا فيه بكره عالم الصباح الساعه 10 My music hits me so hard, makes me say, oh my Lord, thank you for blessing me. What am I to ride and do like this? Feels good when you know you're down. A super dope homeboy from the Oak Town, and I'm known as such. And this is a beat you can't touch. I told you, homeboy, you can't touch this. Yeah, that's how we living, and you know you can't touch this. Look at my eyes, man, you can't touch this. Yo, let me bust the funky lyrics. Fresh new kicks and bands. You got it like that. Now you know you wanna be.